معنا على الهاتف الأستاذ محمد عبده ابن الراحلة سهير الأنصاري. أستاذ محمد، البقاء لله وشيء يعني صعب جدا، خاصة مع الأم وخاصة مع سيدة بهذا القدر وهذا الخير جواها. ماذا ربنا حدث؟ يخليك، ربنا يخليك يا استاذ لميس. مبدئيا اصلا ماما شغاله في العمل الخير ده فوق ال 20 25 سنه، ياه. لدرجه لدرجه لما كنت اصلا زمان لما انا طالب في الكليه برجع مثلا اقول لها يا ماما انت ليه يا ماما ما حضرتليش الاكل بتاعي، تقول لي معلش لسه جايه يا ابني من منطقه ناس غلابه ما عندهمش سقف. نقول لها طب يا ماما مش مشكله، في اطفال مثلا عايزين ترنجات جديده، هي طول عمرها اصلا مشهوره في الموضوع ده، هو تجهيز عرايس، جمعيات خيريه مشهوره في الموضوع ده كله. واصلا هي يعني ايه، لما يعني المجرم لما عمل كده هو السواق ده هو تبع جمعيه، بيبقى دي عربيته حضرتك تمام، دي عربيه اللي بتاعته تجيبها من واحد صاحبه، بيطلع معاها مشاوير خير وبياخد مثلا مبلغ كويس مثلا 150 200 جنيه في اليوم. نعم. فحضرتك ايه بيمشي بحاله، فهي يومها عيني طالعه راحت مدرسه اسمها ابو بكر الصديق، راح تدفع للاطفال اليتامى الشيء الطبيعي بتاعها اللي بيعمله ب 20 سنه، بس بتخلف فيه يوم تجهيز عرايس، يوم توزيع كراتين مواد تموينيه، يوم كل يوم يبقى في حاجه، فراحه تدفع للايتام. فسمعت اذان العصر فبتقول لي لمديره المدرسه بعد اذنك ممكن اصلي العصر في المدرسه، قالت لها اتفضلي يا مدام سهير بعديها تمام، فبتقول لها استني اجيب لك العربيه توصلك، قالت لها لا ده السواق اللي بره ظروفه تعبانه يا عيني وبيكون نفسه، هو يا اولى سلام. باليوميه ديت ومعايا مرتبه فيها فراش كره حديها لحد وكان فستان يتامى. راح السواق خدها وراح واخدها عيني، انت حضرتك متخيله بقى سن 63 سنه الديالوج اللي جاب في دماغي ده مش طريقها، هي اكيد بتقول فين يعني سكت خانقها المجرم تمام، خانقها والخط بيقطع يا استاذ محمد، لو تظبط مكانك بس، معلش حاضر عشان حاضر جدا النتورك وحشه. معلش. حاضر يا فندم حاضر. اولا انتوا عرفتوا منين ان هو ده القاتل يعني؟ انا عرفت واجهته في المباحث والتحريات اتقبض عيني عليه يعني؟ لان هو خيط موجود معايا خيط، وكان كل شويه بيرفع سماعه التليفون واتصل بشر طبعا كل سياده وكيل النيابه والمباحث وكانوا مهتمين على اعلى مستوى من الاحترام والذوق، ويعني ما قصروش معانا بقوا متعاطفين انا واختي بدرجه مش طبيعيه. الولد لما المكالمات تمت كاميرات جابته هو كان ماسح المكالمات، فبعدين لما الطريق ده مش بتاع ماما ما بتروحش الحته دي، هي تبقى متطرفه قوي على حدود المحافظه، فماما زي ما بتقول اللي انا متخيله، بتقول له مودينا على فين يا ابني؟ قال لها بقى حضرتك ما تقلقيش دي حته بتخرج من هنا لهنا، وداني ناحيه مصنع محظور بص استعملت، وراح خنقها عيني يا ساتر يا وراح رب. بالكوريك على دماغها الخاين وخدها رماها، وايه خد 2000 جنيه عيني او 3000 او 2000 ونص ان هي القصة حاجه على 2000 ولا 3000 جنيه رايحة للبت اليتيمة. بصي وماما عيني معاها ايه غوشتين في ايه وحلق في ودنها وغوشتين في ايديها، واسم كان باباها مديهولها وهي صغيره مكتوب بالانجلش سهير، بس ليه كده تدمر اسره؟ وانا والدي راجل معاق هي اللي كانت بتخدمه، دمر اسره بمعنى الكلمه، ليه كده؟ يعني طب يعني خد فلوس خد الذهب وسيبها تعيش، ماما اصلا طيبه عمرها ما هتبلغ اصلا، يعني ماما من النوع اللي اصلا متسامح مش هتعمل حاجه، ليه تدمر اسره؟ ليه؟ يعني شيء الواحده بشع. وكانت هتجهزه يعني اللي هو استلف منها 5000 جنيه تمام؟ اللي انا شفته راح مرد لها 1000 في 1000، قالت له خلاص مش مشكله الثلاثه، عايز تمام. تتسامح عليهم، اي جزاء الاحسان للاحسان يا استاذ لميس، ادي القصه كلها. ادي القصه كلها. انتوا ابتديتوا تقلقوا عليها امتى بقى يعني؟ بعد بقى ايه؟ طبعا حضرتك انت عارف القانون المصري بعد 24 ساعه بيبتدي التحرك. تمام؟ 24 ساعه وما جاتش ومش دي حوادث ماما. وماما عيني ايه برضه طيبه ما بتفهمش قوي في الواتس والفيس والحاجات دي على قدها يعني، وتليفونها برضه مش حديث، تليفون عادي قديم يعني اللي هو الالوان بس مش متطور قوي الاندرويد أي والحاجات دي. أي فلقينا طبعا المنطقه وطبعا قلنا بعد 20 ساعه فوقنا لقينا يعني جثتها مرميه لا يعني إله إلا الله. مرميه يعني، طب ليه يا اخي؟ ليه يا اخي عملت لك ايه يا اخي؟ دي ما بتسيبش اي حد يا مدام لميس، يا مدام لميس انا عايز اقول لك من البرنامج بتاعها في الخير اللي بتعمله ممكن يجي لها واحد يقول لها حاجه والنبي حاجه، طبعا من غير الروشتات بتاعت الادويه، يقول لها مثلا انا شغال على عربيه مثلا والرخصه منتهيه تمام، فانا عايز اجدد الرخصه عشان يبقى لي صلاحيه والرخصه مسحوبه مثلا، تدي له الفلوس يروح يجدد رخصه، في اكتر من كده؟ ليه كده؟ ليه لا دمرت إله اسره إلا عيني؟ الله.
دي كده. انتوا مين؟ انت وعندك اخوات ايه يا محمد؟ انا واختي بس، انا فقط بس. والدك؟ انا والدي يعني راجل ما بيتحركش، مشلول يعني شبه مشلول، بس ما فيش حد تاني بس يعني الحمد لله يعني ما فيش حاجه. بس ليه تدمر اسره؟ يعني الواحد ما كنتش متخيل ان والدتي تحصل كده، يعني ليه تعمل كده؟ ليه تيجي بني ادمين وتدمرهم وتاخدها تخنقها وبدل معاك 8 شهور؟ ليه كده؟ ليه تعمل كده؟ الجنازة ناس كتير طلعت من كتر الناس اللي بتحبها وكتر الناس اللي هي عملت لهم خير. قولي أهل والله العظيم يا دمنهور. زميلي لو اقول لحضرتك بره عن الرجاله ومعارفنا وحبايبنا وقرايبنا، تشوفي كميه الستات والناس اللي كانوا في المناطق اللي بتوزع عليهم واحنا ماشيين، الستات اللي يعني في البيوت الصغنطوطه بينادوا باسمها. انا الواحد يعني مش عارف اتملك اعصابه، بس ان شاء الله بجنه الخلد ان شاء الله، وهو ان شاء الله اعدام باذن واحد احد، اعدام ان شاء الله. اتقبض عليه اتقبض عليه ليه يا فندم؟ انا وهو اليوم واعترف يا محمد استاذ. اعترف نزلت على الجروبات اللي هو اعترف ونزلوا شكر للمباحث. طبعا هو اعترف، لان الولد لما خد الفلوس من والدتي، اختي يومها بتقول للظابط هي دي فلوس ماما، لان انا مديلها فوق 2000 جنيه عشرينات، دي فلوس ماما بتديلها، دي فلوس ماما. والولد يا عيني كمان مجرم، ايده ضوافر الولد ضوافر كبيره، العلامات بتاع فيها خربشه يا عيني في وش ماما، حبيبتي خربشه في وشها، مجرم. بس اصلا هذه القصه كلها دمر اسره مش هتاخد طبعا 2000 جنيه عشان ماشي. 2000 جنيه، طب ليه يا عم؟ ربنا يرحمها الله ويعني يخليك يا استاذ لمين، ميرسي قوي، شكرا يا فندم. ويعلي يعني مكانها. والحقيقة انها ست جميلة. انا اول ما والله يا سألت استاذ لميس، عنها والله يا استاذ لميس، مش ماما اصلا كان عيد ميلادها من 4 ايام، تمام؟ حبيبتي هي اصلا بتعمل الحكايه ديت مثلا وهي عندها 35 40 سنه. كنت على طول، حتى لدرجه انا اللي وصلت في مره بنقول لها يا ماما، يا ماما انت كبرتي ارتاحي يا ماما، تقول لي ابدا ليه لا ما ينفعش ليه لا، على طول على طول. من وانا طالب في الكليه، يا ماما انت اتاخرتي ليه يا ماما؟ تقول لي معلش في حد من الغريمين كنت بفكهم، واللي يفك واحد يا ابني، على طول كده يا استاذ، على طول حاجتها كده، ممكن تيجي على صحتها في حاجات ياما عشان تفك ناس ياما، على طول يا ماما ما ينفعش كده يا ماما، يا ماما انت لازم ترتاحي شويه يا ماما، يا ماما مش منطقي يا ماما، يا ماما انت كبرتي لما كبرت بقى، يا ماما انت كبرتي دلوقتي. يعني مثلا كانت مثلا واحده زميلتها تيجي من اسكندريه قاعده، تقول لها تعالي لي على المدخل، تمام؟ نقول لها يا ماما اللي عايز حد يجي له، ما ينفعش انت تيجي في يوم جمعه واجازه والسكه مثلا نص نص فاضيه، وتروح تقولي لا، كل خطوه لها ثواب، على طول كده يا استاذ زمان. بس وكل ده الثواب اللي يعني يفضل لها يا استاذ الله محمد يخليكم، والله، متشكرين ويفضل اصلا على لكم. اهتمامكم لا وعنايتي ازاي، وبتاع لا يعني. لا ازاي يعني والله يسلمك شخصيات زي والله، الاستاذه سهير لازم ننعيها ولازم الله ونسال يخليك، السؤال، الا جزاء يعني اليس جزاء الاحسان هو الا الاحسان؟ الاحسان. الله يخليك يا فندم، مفروض. متشكرين على الناس شكرا الطيبه استاذ محمد، الله بقاء يخليك يا لله. فندم. والاختك بسمه والوالد طبعا، يعني بنسأل قتلت واحدة ست كريمة وأمينة وخيرة عشان 2000 جنيه؟